استهداف محطة أرامكو لتوزيع الوقود دليلا جديدا على التهديد المباشر الذي تشكله الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على مصادر إمداد الطاقة العالمية والمنشآت الحيوية في السعودية، والتأكيد على عدم اكتراثها بأي أعراف أو قوانين دولية، والاستمرار في تعريض المدنيين والأعيان المدنية داخل البلاد إلى الخطر. هذه الاعتداءات استدعت إدانات عربية ودولية واسعة، وأكدت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أن مهاجمة المواقع المدنية ومنشآت البنية التحتية يعد انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية. أما قوات التحالف فقد أكدت أنها سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده المتعارف عليها. عبد الله يحيى، سكاي نيوز عربية، جدة.